التعليم فن، بل يمكن أن يكون أرقى مستويات الفنون كلها، ومنها المستوى الإيقاعي التي تموج به أنغام الموسيقى لتشكل قصيدة حياة، ومن يكتب قصيدة الحياة يهب الروح حياة أخرى. إنه أستاذ الموسيقى غزوان العبد وتلميذته جودي شاهين اللي رح يشاركونا طبعا بهذا اليوم عيد المعلم. طبعا نعايدهم ويعايدوا المعلمين جميعا بطريقتهم. أهلا وسهلا فيك أستاذ غزوان، يسعد صباحك. صباح الخير لمشاهدين قناة أوغاريت اللي نحن منعد حالنا من أبنائها، وكل عام وانتم بخير لكل معلمي سوريا ومعلمي الوطن العربي. أهلا وسهلا فيك جودي، صباح الخير لإليك. أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله كل عام ومعلمين سوريا والعالم بألف خير يا رب. أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا أستاذ غزوان، البداية من عندك، يعني نحن مثل ما بنعرف الموسيقى هي أيضا أبجدية تعلم وتدرس، وعلمت أجيال وأجيال بعالم الموسيقى. اليوم يعني كلمة يعني من أستاذ إلى طلابة بأبجدية الموسيقى، شو بتحب تخبرهم؟ وخصوصي يعني أنت قطعت أشواط كبيرة كتير، وصلت بعض طلابك إلى النجومية، خلينا نقول مثل ما عم نشوف نحن جودي هي مثال بمتابعة وثبر وجهد طويل أيضا. فنحكي عن هذه الحالة الحلوة بين الأستاذ وطلابه. رح وصلكم أول شيء بطريقتنا الخاصة. للأسف أنا حسب درايتي ما شفت ولا أغني لعيد المعلم، لذلك لحنت ما يليق في المعلم ورح نسمعه بصوت جودي. تفضلوا. قم للمعلم وفيه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. قم للمعلم وفيه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. من أجمل المعايدات بصوتك المتميز جودي. يعني اليوم المعلم، أنت كمان مريتي بالمراحل الدراسية ويوم المعلم كلياتنا متذكر هذا اليوم. نحن كنا أكيد ننطره لحتى نعايد أستاذنا الغالي علينا أو مجموعة الأساتذة اللي نحن على تواصل معهم دائما بيعطونا هذا العلم. خبرينا جودي بهيك يوم، كيف كنتي يعني تقضي لهيدا اليوم او تنتظري او انت ورفقاتك، كان في شيء هيك؟ ايه اكيد، هلا ما لما كنا كنا نحتفل بالمدرسه، اقعد انا هيك جنب رفقاتي وغني، يفوتوا الانسات وهيك ونعايدهم هيك، انا يعني كأنا بعايدهم بطريقتي. كانت طريقتك كمان نفس هلا، يعني ممكن تقدمي لهم كلمات او تغني بصوتك؟ طبعا كنت غني لهم دائما، هني كانوا يحبوا صوتي كثير. فهيك نقعد كلياتنا ونصير نغني لهم. هاي من الذكريات الحلوه. اكيد اكيد لهم، تشكر كل معلم او معلمه درسوني، ولهم الفضل الكبير طبعا بكل شيء، واكيد الاستاذ غزوان هو هلا هون التعليم بدنا نحكي عنه بالفن، يعني التعليم هذا صار خاص كمان له كل الفضل. اكيد كل عام اكيد. فسالنا سؤال لكن هو حب يجاوب بطريقته باختصار عن قيمه المعلم اليوم. فهي العلاقه بنرجع نحكي فيها استاذ غزوان، لما بتكون فعلا علاقه الاستاذ هو كاب وتصيروا انتوا عائله، يعني انت دائما بلقاءاتك بتقول انه جودي او غيرها من الطلاب هن اولادك، يعني هي بنتك. فقد ما هي العلاقه كثير مهمه لحتى يكون نجاح ما تقدمه انت ونجاح الطلاب الى الوصول لهدفهم. دائما اعتمد اسلوب وهو حقيقي، منه اسلوب، هو شيء جواتي، يعني المحبه.
يعني بيسألوني كثير من الناس كيف قادر تضبط هالعدد مثلا على المسرح؟ صح، يكون احيانا مع 200 طالب على المسرح. قلن بالمحبة. المعلم الناجح هو اللي بيستطيع كسر حاجز الجليد بينه وبين طلاب لأول مرة بشوفه. يعني خلال 30 ثانية لازم يكون كاسر الحاجز. يعني من فترة دخلت عند ناس عندهم طفلي عمره 5 سنوات، بحب وجه له تحية. هن معتقدين أن هي خجولة. 30 ثانية كانت عادي بحضني. بتلفني وبتبوسني. المعلم الناجح يلي فعلا قادر يمنح حبه لكل طلابه، يعتبرهم أبنائهم وما يبخل عليهم بأي علم، بأي صحيح. معلومة بيعرفها، بيسعى رغم كل وقته، رغم كل مصاعب الحياة أحيانا والظروف، أن يوصل بطلابه إلى أرقى ما يمكن يستطيع أن هو يوصلهم. كمادتي كاختصاص موسيقى، أنا حتى على فكرة ما بعلمهم بس الموسيقى، يعني دائما بقول لهم أنا بحب أعلمكم الحياة. إني بحكي لهم، بشرح لهم، حتى وقت بعطي نشيد بعرب لهم إياه، يعني بتدخل بغير اختصاص. حتى بسألهم الرياضيات أحيانا أنا وقاعد عم بحكي موسيقى. استفزاز عقل الطالب، استفزاز عقله يلي بخليه هو يحلي يركب يوصل لنتيجة. ما ضروري أنا قولي بالطالب يكون نسخة مني، لا، صحيح. لازم أنا الطالب يتفوق علي. أنا وقت بيكون طالب تفوق علي اللي الفخر، بحب أني طلابي يصيروا أجدر وأشطر مني. يعني حتى دائما عندي طلاب خلينا نسميهم ناشئين صغار بالعمر، قال له أنت أتوقع لك أن تكون مايسترو، أنت أتوقع لك تكون عازف عالمي، أنت 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 أنت. جودي يوم مثل ما توقعت لجودي، جودي كانت صغيرة قلت لها أنت رح تصيري نجمة. يمكن وقتها بجوز فهمت علي او ما فهمت علي، لكن اليوم فهمت علي، صح، اني راح اصير نجم. شو قصدك؟ الاستقراء الناجح لاي طالب بموهبته كاختصاصي، والعمل على الوصول لهي النتيجه حسب الظروف المتاحه. صح. نعم. جودي اليوم يعني عم تذكري اكيد المعلمين والمعلمات اللي مروا وقطعوا بمراحلك الدراسية، وأيضا اليوم ذكرت أنا بالمقدمة تلميذات وهو جودي شاهين باعتبار اليوم عيد المعلم، وأكيد يعني من خلال العلوم والشي اللي قدم لك الأستاذ غزوان اليوم أنت صرتي نجمة، ونحن أكيد نفتخر فيكي. بدنا نسمع، يعني نسمع بعيد المعلم اليوم هيك معايدات، هي من أجمل المعايدات صوتك الحلو أكيد، الأصوات والغناء والموسيقى أستاذ طبعا غزوان. وبأمر رح نستغل كمان هذا الموضوع بمناسبتين، يعني عيد المعلم وعيد الأم، يعني كمان كان عيد المرأة، فكله مع بعضه يعني هي مناسبات وغالية أكيد. حلو أوحيتينا بما أن عيد الأم، الأم مدرسة، صحيح. أنا بس معلم مدرسة، إذا عددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نعم. والأم السورية أثبتت فعلا أعظم أم هي أمهات الشهداء. اسمحوا لنا نوجه لهم تحية. أكيد نوجه لهم تحية. أم البطل تفضل. ابني حبيبي نور عيني بيضرب بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني طبعا، ما انا ام البطل سوريا ولد الحر اتربى وشبع من خيرك، اتقوى من عظمة شمسك، اتعلم على حرارك، اتسلح بإيمان واسمك، الكل قال باسم النضال، وقفت رجال صدق اللي قال، زرع العالم طرح الأمل وبقيت أنا أم البطل، سوريا ولد الحر، العالم وصلت أخباره وشجاعته وتحرير الأرض، اتلموا خواله وعماه من كل بلد عربي جنبه، الكل قال
باسم النضال وقفة رجال سدى اللي قال زرع العالم طرح الأمل وبقت أنا أم البطن. عنك يا جودي يعطيك العافية أستاذ غزوان. يعني هاي الأغنية من ألحانك وأيضا؟ لا هي ما من الألحان. ما من الألحان، هي لشريفة فاضل. آه لشريفة فاضل، فكانت هاي الأغنية مجهزة للأم معلم. رائع بكل ما طبعا تغنوه طبعا الأصوات، لأنه كمان كنت مخبرنا أنك مجهز شيء كمان خاص أيضا بألحانك، وأنت مايسترو وملحن. قبل المعلم وفيه التبجيلة. نعم. بنقلكم اكيد يعطيكم الف عافيه، ونحن بنحيي طبعا كل ام سوريه اليوم، والرحمه لكل ارواح شهدائنا الابرار اليوم. هيدي الحاله مثل ما نحن عم نحكي، رغم كل الظروف، وحضرتك واجهت كثير من الظروف والتحديات اليوم استاذ غسوان لحتى وصلت لهي المرحله، وايضا وصلت بطلابك لهيدي المرحله اليوم. يعني انت قدوه خلينا نقول لك كثير من الناس، شو بتحب تقول للممكن يستسلموا او يوقفوا عند نقطه معينه او يضعفوا؟ وخصوصي واجهت كثير مثل ما ذكرنا ظروف. كل طالب بتعرف عليه اول شيء بكتبه على دفتر وبيت شعر، يمكن هلا اذا طلاب عم يشوفوني رح يعرفوا الحكي. البيت الشعر لابو القاسم الشابي: من يتهيب صعود الجبال يعيش ابد الدهر بين الحفر. نعم. هذا البيت الشعر انا اخذه شعار لي: لا تستسلم، ستصل يوما ما، ما تترك حالك اني انا ما بصير، لا بصير. كل طالب اني امت انا بدي صير، رح تصير، لكن ما بنصير فورا. صحيح. حتى مثل هيك شعبي من دائما بلد جودي: ضل بضرب هالعجينه بالحيط لا تلزق، ما لزقت اليوم تلزق بكره، ما لزقت بكره بعد بكره. المهم المحاوله منضل موجوده. نضل منجرب لكن على اسس علميه. انا ما فيني انا احقق شيء من فراغ، لكن لازم اتعلم، لازم احقق من الطريق الصح لحتى اوصل للهدف اللي انا بدي اياه. اكيد تماما. يمكن هذا الطريق اللي اكيد يعني وجهته لجودي، يعني هلا نحن معنا مثال، هي جودي وجهتها بهذا الطريق، طريق العلم وطريق الاصرار والتحدي والصعوبات اكيد اللي شفتيها جودي. كيف كان تحفيز الاستاذك الاستاذ غزوان؟ كيف يعني هيك قطعتي هي المراحل كلها؟ اليوم نحن عم نحكي عن التحديات والصعوبات يوم بعيد المعلم، اللي هن رمز للعطاء، اللي هن بيقدموا كل شيء عندهم. فاليوم انت بجوز توصلي لمرحله تكوني كمان بدك تعطي تماما كما يقدم المعلم. خبرينا يعني هاي المراحل. المعلم له دور كبير اكيد، الطالب ما رح يقدر لحاله يوصل للي بده اياه، طبعا اكيد بجهد منه طبعا، بس المعلم والاستاذ لازم يكون هو او كان بالاحرى الداعم الاساسي لإلي. تماما هو الداعم، لكن يعني في اسس يمكن او روابط معينه بين الطالب والمعلم لحتى يقدر فعلا يمشي بثقه يعني. طبعا مع هو الأستاذ. كان جنبي بكل شيء، بكل خطوه انا مشيتها هو شفته جنبي، وان شاء الله نطمح نوصل. سمع سندويش الفلافل على طول. اكيد هي العلاقه مثل ما ذكرنا حكيناها من البدايه، علاقه اب وبنت يعني، ليس فقط معلم وتلميذ، وهذا الشيء كثير حلو. رح نسمع كمان منك أكثر جودي بصوتك وعزف الأستاذ غزوان، تفضل. لما عالباب يا حبيبي نتودع، بيكون الضوء بعده شي عم يطلع. لما عالباب يا حبيبي نتودع، بيكون الضوء بعده شي عم يطلع. بوقف طلع فيك، ما بقدر احكي. بوقف طلع فيك، ما بقدر احكي. وبخاف تودعني وتفل وما ترجع، بسكر بابي بشوفك ماشي عالطريق. فكر انسى اركض خلفك عالطريق،
بسكر بابي بشوفك ماشي عالطريق، فكر انزل اركض خلفك عالطريق، وتشتي علي وما تشوفك عيني، وانا اركض وراك ومدلك ايدي، وانده لك انطرني حبيبي وما تسمح، ما راح ترجع بعرف انهن غيروك يا حبيبي، عذبوني وعذبوك، ما راح ترجع بعرف انهن غيروك يا حبيبي، عذبوني وعذبوك، سهروا عينينا وفرقوا ايدينا، وصرنا كتير نخاف اذا نحنا تلاقينا، ما منتلاقى الا وقت اللي منتودع. ما شاء الله قد ما فخور بجودي استاذ غزوان. ما عم يقدر يحكي. نحن ورا الكاميرات قبل ما ندخل عين فيها قلت لها بحبك. حلو. انا كثير بحبها لجوزي. فخر فعلا. وفعلا عندي شابين. الله يخليهم يا رب. هي الثالثة هي احد اولادي تماما يعني. اكيد لما بتشوف يعني عطائك هو التعليم اليوم عطاء، والمعلم هو رمز للعطاء، بتشوف عطائك انتج بهي الطريقه قد ايه رح تكون فخور، وهي اكيد فخوره باستاذه يعني جودي، اكيد بكل مطرح وبكل مكان عم نشوفها دائما فخوره بهذا العطاء وبهذا التعليم اللي نهلته منك استاذ غزوان. يعني العطاء اليوم بمعناه كثير كبير، يعني اليوم العطاء ما بينتهي. صحيح. النبع ما بينضب مثل ما بيقولوا. جودي لساتنا بقول لها دائما احنا لساتنا بدايه الطريق، ولسه المستقبل كبير قدام ان شاء الله. وما بس جودي، كل طلابي بوجه لهم تحيه وبقول لهم اني ما تيأسوا، رح توصلوا لكن بالتعب، ان كنت عازف ولا غناء ولا بتحصيل العلمي ولا اي شيء، لا تمل لا تتعب. صح. بقول لهم دائما ليكوني عمري 50 سنه، لسه بقعد بتعلم انا. لسه بعد بتعلم، لسه بحاول جرب، لسه بحاول شق طريق. كونوا كزهرة تنبت في من داخل الصخر، ما رح يأثر علينا شيء، رح اللي بيآمن بأي شيء رح يوصل له دائما. صحيح. وإن شاء الله جودي ورفقاته وكل حدا كان طالبي أو غير طالبي، يعني لكل طالب لك محبتنا، نتمنى ننهض لحتى نرجع نعمر سوريا. اكيد الله يقدرك دائما على العطاء استاذ غزوان. اكيد بدنا نسمع لسه كمان شيء اليوم، نحن طمعانين بوجودك وبصوت جودي. جودي بعيد المعلم شو بتحبي توجهي كلمه معايده بتحبي تقوليها بهذا اليوم؟ تفضلي من عندك. بدي عايد كل المعلمين ان شاء الله كل سنه وكل الايام هن بالف خير، وهن اكيد فضلهم كبير علينا، لولاهم نحن ما كنا وصلنا للي وصلنا له حاليا. صحيح. ان شاء الله بضلوا بالف خير وكل عيد بنشوفهم ناحيه تبقي بالف خير. تفضل استاذ غزوان والختام مع اغنيه. الى زملائي جميعا في كل ارجاء الارض، الى كل من امتهن المهنه المقدسه التعليم، كونوا بخير ان شاء الله، إن شاء الله. وكونوا على ثقه ان طلابكم سيوفون اجركم يوما ما ان شاء الله. تفضل نسمع. نعم. ايام من عدى لو فينا نرد، لو فينا نرد، كنا ردينا أصحاب
تمرق ما فينا نرد. كنا رجعنا أصحاب فرقناهن، كنا سامحنا أحباب زعلناهن. كنا سامحنا يلي جرحنا، كنا اللي مرة جرحنا نحنا نقلو سامحنا. كنا رجعنا أصحاب فرقناهن، كنا سامحنا أحباب زعلناهن. كنا سامحنا يلي جرحنا، كنا اللي مرة جرحنا نحنا نقلو سامحنا. ايام ايام من عدى يا سنين يا سنين، لو فينا من عيد ماضينا، كنا كل دمعة بكيناها صرنا بالضحك محينا. حرام نرجع ايام بتمرق لو فينا نرد. ايام ايام من عدى. شكرا جودي، شكرا لمعايدتك المتميزة يعني بصوتك المتميز، نورتي صباحنا يا جودي، كل التوفيق لإلك. شكرا أستاذ، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا لكم، شكرا لكم التوفيق، وكل عام وأنتم بألف خير.